الرحمن الرحيم. اليوم احنا كاتحاد عمال اتحاد عمال الشركة حبينا نكرموا مصنع الأمونيا بدرع التحدي. فعلا عمال مصنع الأمونيا كانوا عند الوعد وكانوا هم الرقم الصعب في الشركة في أصعب الظروف، كانوا قادرين على إعادة تشغيل المصنع في أصعب الأوقات بخبرات وطنية نحن نفتخر بها كاتحاد عمال، وهذا أقل شيء نحن ندروك بتكريم، لأنكم صراحة يعني كنتوا موجودين في كل الأوقات، كل الأوقات سواعد ليبية، خبرات ليبية، تبذلون أقصى ما عندكم حتى يبقى المصنع يعمل بالطاقة الإنتاجية العالية. أنتم فخر لنا على مستوى قطاع النفط، انتباه بيكم، نفتخر بيكم، وأثبتوا أنتم الخبرات الوطنية قادرة على تشغيل المصنع والحمد لله بدون وجود أي عنصر أجنبي. هذا فخر لنا كأن احنا كصواعد ليبية، واليوم نحن الحمد لله الشركة الليبية 100% فضل الله وفضل المؤسسة الوطنية للنفط. الآن مصانعنا تعمل بطاقة إنتاجية عالية. حبينا اليوم أقل تقدير منا نحن كاتحاد عمال نعطوا درع التحدي، وهو درع يعطى لعمال مصنع الأمونيا على ما بذلوه في هذه الفترة. فنحن نحييكم ونشكركم. بارك الله فيكم. هذا درع التحدي من اتحاد عمال الشركة. بارك الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تكريم ورشة الأمونيا، تشغيل المصانع، طبعا مصانع اليوريا والأمونيا. وبهالمناسبة نشكر شباب الصيانة على مجهود طيب اللي بذلوه، كان حقيقة عمل جبار في وقت قياسي، أثبتوا كفاءتهم وأثبتوا جدارتهم، ونحن نفتخر بما قدموه جماعة الصيانة، ولذلك نحن اليوم جايين نكرموا فيهم. يعني لأن نحن نشتغلوا مرات يقولوا نحن ممكن قصدنا حتى مرات نردوا عقاب الليل ونجوا الساعة 3 في الليل ونناقشوا وكنا اتصالنا مع جهة التأجير، مرات يقولوا ممكن حد مش حاسبينا يعني، لكن هذه الحمد لله بارك الله فيكم ومشكورين جدا يعني.